الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الحالي محمد عنوز إن الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة المالية لعام 2022، وأوضح عنوز أن عدم إقرار الموازنة تسبب بتعطيل مشاريع القوانين التي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي للبلاد والواقع المعاشي للسكن. وأضاف عنوز أن هناك نحو 120 قانوناً رحلت من الدورة البرلمانية السابقة إلى الدورة الحالية، مبيناً أنه لا يوجد ما يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان. قال النائب محمد شياع السوداني إن قرارات فتح الاستيراد غير المدروسة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، وأكد أن تلك القرارات دفعت باتجاه خروج التظاهرات احتجاجاً على القرارات الحكومية التي تسببت بتوقف عمل حقول الدواجن والمفاقس بكل أنواعها نتيجة ارتفاع أسعار العلف والبيض وكل شيء يخص عملهم. وأضاف أن فتح الاستيراد من دون إجازة استيراد أو فرض رسوم سيؤدي إلى إغراق الأسواق بالمنتجات والسلع المستوردة وبأسعار أرخص من المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى تعطل الكثير من المشاريع في البلاد وسيتسبب بإيقاف المصانع وتوقف العاملين. أعلنت محافظة أربيل أن الأمطار القوية التي هطلت في المدينة أدت إلى تضرر مناطق عديدة و50 منزلاً نتيجة تجمع المياه والسيول. وذكرت المحافظة أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني تحركت في محاولة لمساعدة العوائل وتنظيف المنازل وتقديم المساعدات الغذائية بمساعدة منظمات خيرية، مؤكدة أن الفرق منتشرة بالمحافظة والبلديات كافة وأن الدفاع المدني والهلال الأحمر والمواطنين المتطوعين يعملون معا لرفع الأضرار وتنظيف الأماكن. أعلنت شركة تسويق النفط سومو أن الشركات النفطية الهندية والصينية استحوذت على الحصة الأكبر لصادرات العراق النفطية في شهر آذار. وذكرت سومو أن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية في شراء النفط العراقي، وبواقع 8 شركات لكل واحدة منها من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آذار. حذر البنك الدولي من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقال البنك الدولي إن هناك مخاطر تتمثل في أن تكاليف السلع المرتفعة باستمرار والتي تستمر حتى نهاية عام 2024 قد تؤدي إلى ركود التضخمي المصحوب بضغوط كبيرة على تكاليف المعيشة. وأشارت أحدث توقعات البنك أنه خلال العامين الماضيين شهد العالم أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973 وأكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008. والآن إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز، نلقاكم بخير.